بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد إمام الموحدين وقائد العلماء والمصلحين، القائل: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. أما بعد أيها الإخوة في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نسعد في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق 10 من شهر ربيع الأول سنة 38 و1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الجامع المبارك، جامع الشاب عبد الله بن بدر السويدان، نسأل الله أن يغفر له ولوالديه وأن يجمعه بوالديه والمسلمين في الفردوس الأعلى من الجنة. يسر إخوانكم في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بالدمام أن نستضيف صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والمستشار في الديوان الملكي، لنسعد في هذا اللقاء العلمي ونفيد وننهل من علمه حفظه الله، ثم بعد ذلك نعرض ما لدينا من أسئلة واستفسارات. فالله نسأل أن يكتب خطوات الشيخ وأن يجعلها في موازين حسناته، وأن يبارك في عمره وعلمه وذريته، وأن يغفر للمسلمين أجمعين، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. فليتفضل معالي الشيخ مشكورا غير مأمور. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بس أريدكم تحفظون حديث واحد بس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، حلاوة عظيمة جدا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كل شيء يحبه الله ورسوله هو عنده مقدم محترم، لأنه يحب الله ورسوله فهو يحب ما يحبه الله ورسوله. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمنى ونعلم أن هذا فاتنا، أننا رأيناه وأننا جاهدنا معه، ونتخيل عندما نقرأ مدائح حسان: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. نتدبر قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. كل شيء يشق عليكم يشق على النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بنا. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. إذن الأولى من الثلاث ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه تحتاج مجاهدة، والله تعالى يقول:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. عندنا في هذه الدنيا أخوة نسبية وأخوة مهنية وأخوة دينية وأخوة مصلحية. ما هي أقوى هذه الأخوة عندك؟ والله هذا أخوي من النسب وولد عمي، هذه أخوة نسبية. أخوة مهنية، هذا أنا وياه نشتغل، تخصصنا واحد، مهنتنا واحدة. أخوة مصلحية، بيني وبينه مصلحة في الدنيا. أخوة دينية، نحن الآن بحمد الله كلكم عندما نقرأ أخبار المسلمين في مينمار وكيف يعذبون كلنا نتألم. ما عمرنا شفنا مينمار ولا بيننا وبينهم قرابة نسب، لكن نتألم ونتضايق وندعو. لماذا؟ الأخوة الدينية، نتمنى أنهم من أعز الناس. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لله المحبة في الله ما تنقطع، ما تنقطع حتى لو أخطأ عليك. لو عمر رضي الله عنه غضب على واحد من قرابته قدامه بن مضعون وهجره، ثم ذهب إليه يطرق الباب قال: أنت أخوي، خلنا نصلح. الأخوة في الدينية يجب أن تبقى واصلة ورابطة حتى تنقطع، انقطاعها بالردة، وإن شاء الله ما يحصل ردة. الثالث أن يكره الإنسان أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. لو يأتي الآن الإنسان واحد، الناس الآن يختلفون في قوة الإيمان، بعض الناس الآن وهم كثير، لو قال له: تعال عندنا تريليون دولار جاهز الآن، بس اسجد لصنم، اتفل في وجه اللي يقوله: الله لو تعطيني كذا وكذا. وبعض الناس الآن لو قال له: تعال خذ تريليون واشرب خمر، قال: لا يمكن. لكن بعض المسلمين يقول: عطني واشرب وبتوب. ها عطني لو 10,000 عطني بشرب وبتوب. لكن بعضهم لا، لو تعطيه ما تعطيه فشيء يغضب الله، ما يمكن أبد. أما المسلمون كلهم لو تعطيهم ما تعطيهم لا يقربون الشرك، الشرك لا يقربونه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. أحبتي في الله، الإيمان له حلاوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. في حديث آخر حول هذا المعنى، أحد منكم يذكره؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أنا أريد فقط نحفظ هالحديث بس، خلونا نرجع للبيت
حافظين حديث ترى الصحابة ومن بعدهم كانوا يشترون بعير ويسافروا مدة شهر علشان يسمعون حديث واحد، مثل ما فعل جابر بن عبد الله عندما سافر المدينة إلى حمص من أجل حديث واحد عند عبد الله بن أنيس. أنتم الآن سمعتم هذا الحديث، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهو موجود في اليوتيوب وفي جوجل وفي دق وتحصل الحديث. نعم أحسن الله إليكم. شكر الله لكم معالي الشيخ هذه التوجيهات وهذه الكلمات النيرات.